أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء تحسين الخفاجي استتباب الأمن في مدينة الموصل، مضيفا أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل مع إمكانية وقدرات عالية للقوات المسلحة. أوضاع الموصل مطمئنة والأمن والأمان مستتب، ونلاحظ أنه أهلنا في الموصل يبقون إلى ساعات متأخرة، هذا ما أثبته القادة الأمنيين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات اللي احنا بثيناها. طبعا حدودنا مع الجانب السوري مؤمنة بالكامل، وإمكانياتنا وقدراتنا عالية جدا في هذا المجال، أبراج كونكريتية، كاميرات مراقبة، عندنا أكثر من خط دفاعي، عندنا مانع، عندنا أسلاك شائكة، عندنا الحقيقة السداد الترابية، وعندنا الخط الأول اللي هو خط الدفاع التابع إلى قيادة قوات حرس الحدود، والخط الثاني بعمق كبير هو الجيش العراقي. لذلك أؤكد لك وأؤكد للجميع بأنه حدودنا مع الجانب السوري مؤمنة بالكامل، وبها إمكانيات وقدرات عالية، وبها قطاعات كافية.